بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا حول باب جوامع التوحيد من الكافي الشريف في الحديث الاول وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه في صدر هذه الخطبة. وهي تتضمن جوامع التوحيد. وصلنا إلى هذا المقطع بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم. خلق الخلق لا لكي يكمل في نقص والعياذ بالله وانما سبحانه وتعالى خلق الخلق لحاجه الخلق الى الرحمه ولذلك يرحمهم بالرحمه العامه رحمتي وسعت كل شيء ويرحم المؤمنين منهم بالرحمه الخاصه فساكتبها للذين يتقون الى اخر الايه الشريفه ثم ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم وهذه المخلوقات ولو العلم الحديث لم يصل الى نهايه هذا الكون الرحب وكلما تطور العلم وتطورت الالات التلسكوبات كلما اكتشف الانسان أبعادا أخرى من عظمة هذا الكون ولكن يبقى هذا الكون مخلوق وكل مخلوق متناه وإنما غير المتناهي هو الله سبحانه وتعالى فإذا الخلق يتناهى لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق أكثر مما خلق لا لعجز لأن خلق كل هذا الكون الموجود وخلق عشرة أضعاف أو مئة أضعاف أو مليون ضعف أو مليار ضعف لا يختلف بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فأن يخلق الله سبحانه وتعالى ذرة أو أن يخلق مجرة لا فرق فلماذا لم يخلق أكثر مما خلق لا لعجز أو تعب كلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وانما لعدم الحكمه والمصلحه. لا توجد مصلحه في الزياده على ما زاد، فلذا الله سبحانه وتعالى لم يزد. لكن اذا اقتضت المصلحه ان يزيد في الخلق، الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق. يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فإذا الله سبحانه وتعالى إذا خلق هذا المقدار ولم يخلق أكثر أو زاد في الخلق كل ذلك لحكمة لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الله وعن العبث وليس كالمخلوقات حيث انهم لا يزيدون لجهلهم او لعدم قدرتهم فاذا قدروا زادوا اذا علموا زادوا المقطع اللي نقلناه امس الامام عليه الصلاه والسلام يذكر هذا الامر الاول وهو ان المخلوق يعجز فلا يزيد لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجز فاذا لم يزد فانما هو لعدم الحكمه في الزياده. الامر الثاني المخلوق قد لا يزيد في اعماله لجهله. قد يكون قادرا على القيام بعمل لكن لا يقوم بذلك العمل المخلوق قد يكون قادرا لكن لا يقوم بذلك العمل لجهله. فاذا علم به قام به. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله عالم وعلمه لا حدود له. عالم بما كان، ما يكون، ما هو كائن وعالم بما لم يكن وعلم الله غير متناهي يعني لا حدود له فإذا لم يزد في الخلق لا لأجل جهل تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. حتى إذا اكتشف وعلم زاد في الخلق، كلا. الله سبحانه وتعالى لا يزيد لعدم المصلحه في الزياده فاذا كانت المصلحه في الزياده زاد في الخلق فاذا في هذين المقطعين المقطع الاول تلوناه في الحلقه الماضيه وهذا المقطع الثاني نتلوه في هذه الحلقه الامام يبين جانبين ان الله ليس كالمخلوقات ليس كمثله شيء المخلوق لا يفعل اكثر لعجزه والله ليس بعاجز، المخلوق لا يصنع اكثر لجهله، فاذا علم صنع. والله سبحانه وتعالى ليس بجاهل، لذا الامام يقول هذا المقطع اللي قريناه في الحلقه الماضيه، ولا من عجزٍ ولا من فتره بما خلق اكتفى. الاكتفاء بهذه المخلوقات ليس لعجز. ولا فتره يعني فتور وضعف عكس المخلوقين يريد ان يفعل اكثر لكن لا يتمكن فيتوقف عند حد الله سبحانه وتعالى اذا اراد الزياده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا المقطع الاول المقطع الثاني علم ما خلق وخلق ما علم الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الاشياء عالم اذ لا معلوم لان الله ازلي ليس له بدايه هو الاول والاخر فكان الله ولم يكن معه شيء ثم اوجد الاشياء خلق الاشياء قبل ان يخلق الاشياء كان عالما بما سيخلقه وكذلك عالم بما لا يخلقه علم ما خلق وخلق ما علم، يعني الاشياء الذي اوجدها كان عالما بها فاوجدها لا كالمخلوقين الذي من قبل لا يدري ماذا سيفعل في المستقبل فيبدا بالتفكير ويفكر 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 الى ان يصل الى نتيجه ثم يبدا بتنفيذ تلك النتيجه التي وصل اليها، يعني احنا القرارات اللي الان نتخذها في اعمالنا قبل ان نتخذ هذه القرارات نحن عاده نجهل القرار الذي سنتخذه في المستقبل حتى انت الامور التي انت مصمم عليها انه تتخذها في المستقبل هذا في بدايه الامر كنت جاهلا بها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم بعد ذلك الانسان الله حباه وسائل المعرفه وجعل لكم السمع والابصار والافئده بالتدريج الإنسان يعلم بالمحسوسات ثم تدريجيا يبدأ بأن يعلم بالأمور المعقولة إلى أن تتكون شخصيته ويقرر قرارات سواء قرارات مصيرية أو قرارات غير مصيرية أنت ماذا تفعل في غد؟ أكثر القرارات التي ستتخذها في غد أنت الآن جاهل بها لأنها قرارات آنية وقتية نعم بعض الأمور الأساسية المبدئية عندك أنت متخذ قرارها يعني أنت متخذ قرار أنه غدا ستصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إن بقيت حيا. متخذ قرار أن تفعل كذا وكذا وكذا، إذا موظف تذهب لوظيفتك، إذا معلم تذهب لمدرستك، إذا طالب تذهب إلى دراستك، بعض الأمور أنت مقرر فيها، لكن غالب الأمور أنت ما مقرر فيها. فتبدأ بالتفكير ثم تقرر. هكذا حال المخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى علم ما خلق. يعني من الازل كان يعلم بالاشياء التي سيخلقها وخلق ما علم احنا بعض الاحيان نقرر قرارا بعد ذلك لا نف... لا ننفذ ذلك القرار لماذا لا تنفذ ذلك القرار لانه تبين لك خلل في القرار ان يعني اتخذت القرار لكن اتخاذي للقرار كان خاطئا يعني كانت أمور كنت غافلا عنها فلذلك اتخذت القرار الخاطئ لذا أتراجع عنه لكن الله سبحانه وتعالى وخلق ما علم علمه ليس بجهل حتى نقول بأنه اكتشف الجهل فتوقف كلا الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك علم ما خلق وخلق ما علم لذلك أكو بعض ال متكلمين هكذا يزعمون وهذا بسبب الابتعاد عن القرآن وعن روايات الرسول وآل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام هكذا يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد خلقها ولم يكن عالما بها قبل خلقها وهذا يستلزم الكفر لأنه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى والله يتعالى عن ذلك هناك بعض الشبه حدثت في اذهانهم فلذلك انكروا علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات او انكروا علم الله بالمستقبل وكل هذا من من التلبيسات التي وقعوا فيها بسبب الابتعاد عن المنهج النهل الصافي والرسول صلى الله عليه واله في وصيته ماذا يقول؟ اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. لكن المشكله انهم لم يتمسكوا بالقران لان القران فيه محكم متشابه عام خاص مجمل مبين ناسخ منسوخ فاخذوا بالمتشابه وردوا المحكم اخذوا بالمنسوخ وتركوا الناسخ تركوا الخاص واخذوا بالعام فهذا سبب الضلال والاضلال لهم في حين انه كان المفروض ان يتمسكوا بالقران حسب ما فسره الرسول صلى الله عليه واله وذلك التفسير لا يكون الا عن طريق الائمه الذين علمهم الرسول صلى الله عليه واله علومه وكذلك تركوا ال البيت عليهم الصلاه والسلام فقالوا حسبنا كتاب الله فلا اخذوا بالكتاب لانهم اولوه بتاويلات باطله حسب الاهواء والاراء وأقصوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من كل المجالات ومنها مجال تفسير القرآن ومنها مجال الفقه ومنها مجال الأمور الدينية والعقائدية وما إلى ذلك ولذلك إذا أنت تراجع في روايات العامة لا تجد حد الأحاديث عن آل البيت إلا القليل جداً القليل جداً مع ان الرسول امر بالتمسك باهل البيت عليهم الصلاه والسلام، فكيف تتمسكون بأهل البيت؟ لا تعتقدون بامامتهم، ولا تاخذون دينكم منهم، احاديثكم وصلت اليكم عن غير طريقهم، فكيف الرسول وصى ان تمس بالتمسك باهل البيت وانتم لا تتمسكون بهم؟ على كل حال الامام يقول علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث كالمخلوقين المخلوقين يفكرون ويصلون الى نتيجه اذا النتيجه هي صحيحه تكون علما الله سبحانه وتعالى ليس كذلك لا بالتفكير في علم حادث اصاب ما خلق يعني بعد التفكير حصل له علم وهذا العلم متطابق للواقع فاصاب ما خلق، كلا هذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه، هذا صفه المخلوقين، واذا لم يخلق لا لاجل تردد، فكر ما وصل الى نتيجه، هذا المخلوق انت بعض الاحيان بعض الاحيان لا تقوم بعمل، لماذا لا تقوم بذلك العمل؟ تقول اني فكرت ما وصلت الى نتيجه، لم اتوصل الى نتيجه، فلذلك لاني شككت فلا اعمل فلم اقرر الله سبحانه وتعالى ليس كذلك منزه اذا يقول ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق لكن الله سبحانه وتعالى فعله قضاء مبرم وعلم محكم وامر متقن قضاء الله مبرم الابرام ضد النقض بمعنى احكام الامر حتى لا يكون فيه خلل كما قال سبحانه وتعالى فإنا مبرمون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون يعني احكمنا في الامر ولا خلل فيه قضاء مبرم وقضاء الله سبحانه وتعالى حكمه لان القضاء هو بالاساس بمعنى الحكم سواء حكما تكوينيا كقوله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني حكم حكما تكوينيا لأن السماوات والأرض كانت ردق الله سبحانه وتعالى فتقهما فبحكم تكويني جعلها سبعة سماوات هذا قضاء تكويني وقد يكون حكم تشريعي كقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني حكم حكما تشريعيا والله سبحانه وتعالى بهذا الحكم قضى على العباد بان لا يعبدوا الاصنام او اي موجود اخر سوى الله سبحانه وتعالى قضاء مبرم يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق خلقه كان قضاء محكم لا خلل فيه وعلم محكم من الاحكام بمعنى عدم الخلل في الامر كقوله سبحانه وتعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت احكمت يعني لا خلل فيها عكس الكتب التي يكتبها الناس قد تجد فيها بعض الاخطاء لكن القران سبحانه وتعالى لا خطا فيه، لانه احكام من الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وعلم محكم، هذا العلم لا خلل فيه، ليس كعلمنا بعض الاحيان يكون هذا العلم جهل. وامر متقن، الله سبحانه وتعالى اتقن الصنع بمعنى الدقه. بحيث لا يكون فيه خلل كقوله سبحانه وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء، فاذا علم الله قديم واذا خلق المخلوقات هو كان عالما بها قبل ان يخلقها واذا لم يخلق مخلوقات اخرى لا لجهل بها وانما لعلمه بعدم المصلحه في خلقها فلذلك لم يخلقها فلحد الان انتهينا من مقطع اخر من مقاطع هذه الخطبه ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام ينتقل الى بيان جانب اخر من العقائد وهو مساله التوحيد والتوحيد فيه جوانب مختلفه يعني زوايا مختلفة تبحث في تلك الزوايا عن التوحيد. توحيد في الربوبية، يعني لا رب سوى الله سبحانه وتعالى. توحيد في الذات، الله سبحانه وتعالى واحد. توحيد في الصفات، صفات الله الذاتية ليست تغاير ذاته. توحد بالكمالات، يعني الكمالات كلها لله، وإذا أي موجود آخر له كمال، فإنما كماله من الله سبحانه وتعالى. وتوحيد في العبادة، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز عبادة غير الله. هذه مقاطع الإمام عليه الصلاة والسلام يذكرها في المقطع الآتي، وكذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشركاء. فاولا توحيد الربوبيه الامام يقول توحد بالربوبيه الرب الكلمه الماده راء وباء وباء هذه بمعنى التربيه ربب وربى معناهما متقارب المادتان فالرب من التربية معناً ولو أن المادة في اللفظ تختلف راباب راباية الله سبحانه وتعالى المربي للموجودات كلها هو خالقها وهو الذي قدر ما يصلحها وما يفسدها وقدر لها زماناً وجعل لها قدراً وحكم بأحكام تجري عليها الله سبحانه وتعالى جبار. لماذا يقال لله جبار؟ في سورة الحشر ذكرت صفات الله سبحانه وتعالى ومن تلك الصفات الجبار. لأن الله سبحانه وتعالى يقهر الكون بما يصلحه. جميع ما جعله الله سبحانه وتعالى في الكون من قوانين هذا لإصلاح الكون. إذا الحكام الظلمه ايضا سموا بالجبار وهم جبارون من باب انهم يقهرون الناس على ارادتهم بما يفسدهم، الفرق بين صفه الجبار في الله سبحانه وتعالى وفي الحكام الظلمه هو هذا. الله يقهر الموجودات بما يصلحها. والحكام الظلمه يجبرون ويقهرون الناس بما يفسدهم. الله سبحانه وتعالى خلق وقدر قوانين وقضى قوانين، هذه القوانين تجري على المخلوقات اجمع. في الحديث الشريف "لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين"، انا كانسان هناك امور خارجه عن اختياري. انا اصل وجودي لم يكن باختياري. الآباء الأمهات أنا لم أخترهم القوانين التي الآن بتلك القوانين أنا داعيش من ضربان القلب وخفقان جريان الدم عمل الأنسجة الدماغية عمل الأنسجة في البدن هذه كلها خارجة عن اختياري لذا الإنسان حينما يغمى عليها وحينما نائم هذه الأمور جارية أنت الآن تتمكن من إيقاف حركة قلبك بإرادة كلا، إلا ان واحد ينتحر لكن لا يتمكن من ان يسيطر على هذه الاعضاء بإرادة منه هذا قسم الذي الانسان مجبور، هناك قوانين في هذه الكون في هذا الكون تجري علينا ونحن مجبورون عليها شئنا ام ابينا لكن افعالنا بعض تلك الافعال باختيارنا انا اتكلم او لا اتكلم هذا باختياري أصلي أو لا أصلي هذا باختياري، أطيع الله سبحانه وتعالى وأعصيه هذا باختياري، فلا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين الأمرين الله سبحانه وتعالى له قضاء وله قدر ما هو القضاء وما هو القدر هذا تفصيلة بعدين يجي لكن كإشارة إجمالية القدر من المقدار كل موجود له سعة خاصة، مقدار خاص، مقدار تحمل خاص. هذا قدر جسم الانسان له مقدار تحمل خاص اذا سقط من شاهق يتحطم مثلا هذا قدر وهناك قضاء بمعنى احكام تكوينيه لان ذكرنا ان القضاء هو بمعنى الحكم احكام تكوينيه هذه الاحكام التكوينيه تجري على الانسان شاء ام ابا مثلا نمثل مثال اذا طائره مثلا هذه الطائره طارت فيها وقود بمقدار 500 كيلومتر يعني تقطع مسافه 500 كيلومتر زين هذه الطائره طارت وتعدت ال 500 كيلومتر اذا نفذ الوقود هذه الطائره تسقط وتتحطم سقوط هذه الطائره بقدر وبقضاء أما القدر فإن مقدار الوقود الذي كان في هذه الطائرة بمقدار 500 كيلومتر فإذا تعدت ذلك وانتهى الوقود سقطت لأن هذا مقدارها هذا القضاء القدر وأما القضاء هناك قوانين تكوينية أن هذا الحديد الجاذبية تجذبه إلا أن يكون هناك حركه بعكس الجاذبيه حركه المحركات هذا يكون بعكس الجاذبيه يحصل يكون هناك توازن بين الجاذبيه وبين هذه الطائره فلا هذه الطائره تضيع في الجو ولا هي تسقط الى الارض لكن حينما ينتهي الوقود الوقود حركه المحرك يتوقف الحكم التكويني هو ان الجاذبيه تجذب هذه الطائره فهذه الطائره تسقط سقوط هذه الطائره بقدر وبقضاء احنا بعض الاحيان الاسباب نعلمها ننسب المسببات الى الاسباب صار حادث سير فلان مات نقول لماذا مات كل حادث سير بعض الاحيان الاسباب لا نعلمها لماذا مات نقول قضاء وقدر زين يعني الاول اللي مات في حادث السير ايضا بقضاء وقدر لماذا لا ننسبه إلى القضاء والقدر؟ لأن لا لأننا لا نعلم السبب الثاني أيضا بقضاء وقدر وله سبب لكن نحن لا نعلم السبب لذلك نقول بقضاء وقدر وإلا كل شيء في هذا الكون بقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وجعل لها قابلية خاصة هذا قدرها و جعل قوانين كونيه تتحكم في الموجودات فهذا هو القضاء فكل شيء فيه قضاء وقدر من الذي جعل هذه القوانين جعل هذا المقدار جعل هذا الحكم التكويني الله سبحانه وتعالى كل شيء بيد الله فتوحد بالربوبيه لماذا جعل هذه القوانين لمصلحه لان الله سبحانه وتعالى يتعالى عن العبث العمل فيه مصلحه القانون فيه مصلحه الله سبحانه وتعالى قدر وقضى ذلك القانون وجعل ذلك المقدار واذا هناك اكو تدبير من غير الله فهو باذن الله سبحانه وتعالى وبارادته يعني هناك ملائكه يدبرون امر هذا الكون لكن باذن من الله سبحانه وتعالى اذا ملك الموت هو مامور بقبض الارواح لان الله سبحانه وتعالى امره بذلك وهذه القدره التي لملك الموت بقبض الارواح هذه القدره ليست قدره ذاتيه من نفسه وانما الله سبحانه وتعالى اعطاه تلك القدره وهو ينفذ اوامر الله سبحانه وتعالى فأنت عندما تقول هناك ملائكة يدبرون أمر هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، هل أشركت؟ كلا، لأنك لا تقول إن هؤلاء الملائكة شركاء لله، بل تقول عباد داخرون، هؤلاء يفعلون أفعالهم بقدرة أعطاهم الله سبحانه وتعالى وينفذون ما يريده الله سبحانه وتعالى. جبرائيل عليه السلام حينما ينزل بالوحي على الانبياء وعلى الرسول محمد صلى الله عليه واله هل من نفسه يفعل هذا الفعل؟ كلا بامر من الله هذه القدره في حمل الوحي الى النبي الله سبحانه وتعالى اعطاه فلذلك جبرائيل ليس شريكا لله سبحانه وتعالى اذا دلت الروايات أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه واله من قبلهم هؤلاء بإذن الله وبقدرة أعطاهم الله يدبرون أمر الكون فهذا هو عين التوحيد لأنك تقول إن القدرة من الله والتنفيذ بأمر من الله سبحانه وتعالى كيف إن الملائكة القدرة التي لهم من الله وينفذون أمر الله فهم المدبرات أمره ولا شرك في ذلك بل هو عين التوحيد كذلك إذا قلت أن الرسول صلى الله عليه وآله هو الأئمة بقدرة من الله ليست بالاستقلال وبتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى يدبرون هذا لا اشكال فيه بل هو عين التوحيد فاذا دل عليه الدليل الصحيح نتبعه وقد دل على ذلك الادله الصحيحه اذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول: توحد بالربوبيه كلها بيد الله سبحانه وتعالى فاذا منحها لغيره انما لانه الله قادر على ان يقدر غيره وذلك يعمل باذن الله مثلا الآية تقول هل من خالق غير الله أكو خالق غير الله في سورة فاطر لا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى أو مثلا آية أخرى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الربوبية خاصة بالله سبحانه وتعالى لكن المدبرات أمرا بأمر من الله وبقدرة من الله فذلك هو الإيمان الفرق بين ال إيمان والشرك في هذه النقطة، يعني النصراني ليش مشرك؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنه رأى ولادة عيسى من غير أب، رأى معاجز عيسى أنه يحيي الموتى، أنه يبرئ الأكمة والأبرص، وقال زين هذه قدرة خارجة عن قدرة سائر البشر، فإذا عيسى هو رب أو هو ابن الرب. نحن نقول أن عيسى ولد من غير أب لكن بإرادة من الله أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أحيا الموتى بإذن الله أبرأ الأكمح بإذن الله فهذا هو الفرق بين الإيمان وبين الشرك ذاك يقول ما تقول في معاجز عيسى لكن يقول إنه بالاستقلال إنه هو الرب إنه ابن للرب أنت تقول بهذه المعاجز لعيسى ولكن تقول أن عيسى كان بشرا لكن الله هو الذي أعطاه هذا هذه القدرة. لكن الله سبحانه وتعالى أذن له في استعمال هذه القدرة، فلذا كلامك توحيد وكلامه شرك. فهذا بالنسبة إلى توحيد الربوبية. بقية تفاصيل التوحيد إن شاء الله نتركه إلى حلقة قادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.